تراجع سعر الذهب بعدما لمح البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التيسير النقدي الذي عزز الأسهم بقوة، وهو ما نال بدوره من الإقبال على الأصول البديلة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1095 دولارا و16 سنتا للأوقية، كما تراجع سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط إلى 1096 دولارا و30 سنتا للأوقية.